هيثم 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 ايه؟ اخذت عربيه بابا وهو مسافر وعملت بيها حادثه. انت الالف بتاعت هو كنت هتحطها في حادثه كانت الجمله تبقى صح. فين هيثم؟ يا الله تمام احسن احسن. قعود بيتكلم مين يا قعود؟ بالله عليك بيتكلم مين؟ بالله عليك والله العظيم ببص عشان اقول له خلي الناس تشد. انو سجق كيري وواحده نوتيلا موز. هو هيخلص القرف اللي بيعمله ده نصايه. انا اسف يا استاذ هيثم. ولا يهمك. اتفضل احكي لنا على الحادثه اللي انت عملتها وانت طفل. خدت عربيه ابويا وهو مسافر. علي صوت معلش. خدت عربيه ابويا وهو مسافر. كان عندك كام سنه الاول؟ 16 سنه. طب حلو ده انت كنت كبير كده يعني. شويه. تستحمل الضرب في الاساءه اتفضل. ما انا طلعت خدت خبطت العربيه كانت طلعت بعربيه على الرصيف دخلت أيوه. يمين في يمين جريت بيها وبعد كده رحت عملت مخضر في القسم من العربيه مسروقه. بابا كلمني فبابا لو سمحت عايز اعمل محضر. مجهولين قاموا بسرقه عربيه ابويا كان فيهم واحد شبهي بالظبط. طب ابوك لما جه عمل لك ايه؟ لا هو كلمني من هو هناك كان المفروض اروح اجيبه من المطار فقال لي استعد هتتعجن. قال لك هتتعجن؟ قال لك ايه؟ هتتعجن. الله انت من عيله الجمل؟